شعبين جل راسياكو ويجاكار تيلن دما كنت هذا بليف نكي تنين زمان وتنين في سنة يعني سيصبح الاسم الجديد هو ديوان الأدب. الغاية هي أن نصبح كمظلة جامعة لكل الأدباء المثقفين الكتاب المهتمين بشأن الأدبي. هناك بعض الشخصيات تعمل في دوائر معينة أو مشغولة بأعمال خاصة. يمكن أن نجمع هذه الطاقات بمهام جديدة، بتوزيع مكاتب جديدة، كل حسب وقته حسب طاقته. الغاية الأساسية هو تنشيط عملية الكتابة، الإبداع، خاصة خلال هذه العشر سنوات التي لا نحتاج فيها إلى تشغيل خيالاتنا كثيراً. الكاتب إذا أهمل من المجتمع، من السلطة، من الأهل، من أي جهة مسؤولة عنه، فإن حالة الإبداع تخمد لديه، رغم أنه دائما يحفر بالصخر حتى ينزل ينبوع الأدب والشعر من هذا الألم وهذا المكابدة. يجب هناك يعني فئة مثقفة واعية تقف وراءه، تدفعه إلى الأمام كي لا يتقهقر إلى القلب. هذا هو دور هذه الاجتماعات وهذه التنظيمات. ذهبونا بعد قدامية دمكي.